السلام عليكم. الآن قوات كبيرة لأول مرة تقتحم المصلى القبلي وتحاصر المصلين، تستخدم كافة أنواع الأسلحة باتجاه المصلين. كما تشاهدون هنا أعداد كبيرة جدا من ضباط الاحتلال وقوات الاحتلال الخاصة تحاصر المصلين داخل المصلى القبلي. الوضع خطير جدا، هناك عدة إصابات داخل المصلى القبلي، الناس محاصرون هنا لا يستطيعون الخروج. كما تشاهدون الآن قنابل صوت غاز رصاص مطاطي، اقتحام للمسجد بالأحذية. الوضع خطير جدا، خطير خطير خطير. سابقة تاريخية، لأول مرة في التاريخ تدخل هذه الأعداد الكبيرة من قوات الاحتلال الخاصة إلى المصلى القبلي وتقوم بإطلاق النار تجاه المصلين. لاحظوا هنا، الوضع خطير جدا يا عالم. المصلون محاصرون داخل المصلى القبلي، قوات الاحتلال تستخدم كافة أنواع الأسلحة تجاه المصلين. هناك عدة إصابات لا يتمكن الإسعاف من الوصول إليها، على الأقل شهدت إصابتين عند الباب. الوضع خطير جدا، أكرر الآن ضباط من شرطة الاحتلال يقتحمون. الآن الوضع خطير وخطير جدا، أكرر سابقة تاريخية، قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم المصلى القبلي وتحاصر المصلين وتطلق النار بكثافة تجاه المصلين. الوضع خطير خطير خطير. لاحظوا هنا قوات الاحتلال في وسط المصلى القبلي، هنا المصلى القبلي، داخل المصلى القبلي. الآن المواجهات متوقفة، إطلاق النار من جهة قوات الاحتلال فقط. لاحظوا الآن أكرر، الوضع خطير، سابقة تاريخية، قوات كبيرة من جيش الاحتلال دخلت المصلى القبلي، قمعت المصلين بالقوة، أطلقت الرصاص المطاطي، قنابل الصوت، قنابل الغاز. هناك المعتكفون محاصرون. أنا الآن عالق بين قوات الاحتلال وبين المعتكفين. الآن المعتكفون يكثفون التكبيرات لإخراج قوات الاحتلال من داخل المصلى القبلي. شاهدوا الآن أنا متسلم راك متسلم. أكرر المرة المئة، الوضع خطير جدا، سابقة تاريخية، قوات كبيرة من جيش الاحتلال والقوات الخاصة تقتحم المصلى القبلي وتقمع المصلين. العديد من الإصابات لا زالت في داخل المصلى القبلي، لا يتمكن الإسعاف من الوصول إليها أو إخراجها بسبب سيطرة الاحتلال على بوابات المصلى القبلي. الوضع خطير جدا، أكرر ولازلت أكرر، الوضع خطير جدا في المسجد الأقصى المبارك. إعادة تقدم لقوات الاحتلال الخاصة، تراجعت قبل قليل ولكنها الآن عادت وتتقدم. كما تشاهدون بالأحذية يطلقون النار تجاه المصلين. الآن هو هذا يصوب نحوي كما تشاهدون الآن، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. أهل القدس وحدهم من يدافعون عن المسجد الأقصى المبارك، وحدهم، ليس هناك أي قوة أو أي سياسة الآن تتدخل لوقف هذه الهمجية من قبل قوات الاحتلال. حسبنا الله ونعم الوكيل. الآن يطلب مني التراجع. لا زالت قوات الاحتلال منذ نحو ربع ساعة
تقتحم المصلى القبلي داخل المسجد الأقصى المبارك، تطلق النار، الرصاص المطاطي، قنابل الغاز، قنابل الصوت تجاه المصلين الذين تحصنوا في محراب المصلى القبلي. الوضع لا زال خطيرا ومتوترا. لا أعلم ماذا يجري في الداخل، ولكن قبل في خارج الساحات، ولكن قبل قليل كان هناك أعداد كبيرة من المستوطنين على جسر باب المغاربة بانتظار اقتحام المسجد الأقصى المبارك. كل ما يجري الآن هو بسبب سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى المبارك في هذا اليوم، في ذكرى ما يسمى لدى الاحتلال بيوم توحيد القدس. الآن اعتداء بالهروات على أحد كبار السن هنا في هذه الزاوية. الوضع محتقن، خطير جدا، المواجهات مستمرة، المواجهات لا زالت مستمرة حتى اللحظة. وحسبنا الله ونعم الوكيل. الآن إصابة بالمطاط داخل المصلى القبلي، إصابة بالمطاط في الصدر داخل المصلى القبلي لشاب، كما شاهدتم على الهواء مباشرة إطلاق الرصاص المطاطي من مسافة قريبة جدا على أحد المعتكفين. فعليا على الأقل هناك الآن 3 إصابات داخل المصلى القبلي. الوضع لا زال خطيرا، الأمور لا زالت تتجه إلى التصعيد. أتمنى أن تشاركوا الفيديو لتصل الصورة إلى أكبر عدد من الناس. لا زالت قوات الاحتلال تقتحم المصلى القبلي، تطلق الرصاص المطاطي تجاه المعتكفين. أكرر 3 إصابات. أعتذر على تكرار المعلومات، ولكن ليس لدي معلومات جديدة. الآن قنابل صوت، هجوم آخر على المعتكفين كما تشاهدون.